هذه الكاربت الصغير وقافلينه مخلينه بصندوق همه. كاربت بقد هذا سعره 51,000 دولار. مستحيل على هذا السعر. شباب دخلت هسه الأغلى مول موجود بأمريكا. هذا المول تقريبا يعتبر أغلى مول يعني موجود بالعالم بصورة عامة. الأسعار مالتها أسعار خيالية. بس حبيت أشوفكم الجانب من حياة الأغنياء وحياة الترف اللي عايشين بيها بعض الناس هنا. الأسعار هنا تقريبا الحذاء والملابس بصورة عامة إذا واحد يريد يكشخ يعني يشتري لنا ملابس مال طلعة واحدة تكلفه تقريبا 10,000 دولار دفتر. هاي هنا هذا المول بي أي شغلات مال بيت. وهذا الأسعار الماركات بي كلها ماركات سويدية وإيطالية وفرنسية وأمريكية. شغلات البي كلها رقم واحد. هاي هنا أسامي الماركات الموجودة ماكس مار وبولغم. هاي جوسي موجود جوسي ما أعرف هذا شكلنا كوكي. هاي السكشنات الموجودة بي هو تقريبا بي 6 طوابق. كل طابق بي محلات تختلف من طابق الطابق. اي ما بي مطاعم هذا المول. هذا المول خاص بالملابس وشغلات البيت. شغلات مثل ما يقولون عليها بالانجليزي فانسي. دخلت لهذا المحل هنا مال مواد مطبخ. وهاي شوف هاي الطاوة هنا مال بابجي سعرها ايش قد؟ سعرها 600 دولار. هاي الطاوة ما ادري هاي 600 دولار ايش قد 6 اوراق بس شنو من طاوة. حتى مال بابجي مو نفسها. طاوة مو طبيعية. هاي السعر هاي 600 دولار. الصغير ايش قد سعرها؟ 500 دولار. واو. وشفت هنا انا هم اسعار الضحك. هاي هنا أنا تقريبا 7 شغلات 8 شغلات. هذا الاول واحد التاو سعره ايش قد؟ سعره 33 دولار. وهذا الثاني سعره ايش قد؟ سعره 60 دولار. وهذا الثاني 70 وهذا سعره 90 دولار. هذا اني بس مجرد المناشف هلقد اسعارهن. سعره ايش قد؟ 125 دولار. مجرد نوعال اسفنج وبهاي القطعة سعره ايش قد؟ شنو صناعته؟ خلي اشوف. اعتقد صناعته فرنسي هيك شي. هاي مجموعة هم لان اسعارهن هم مختلفة من واحد لواحد. هاي المكان مال المشاريب مال اكسبريسو هم مال قهوة. بدي اشوف ان هذين ايش قد اسعارهن. هذه يبيع اجزاء يبيع لك كل شيء جزء يختلف عن سعره. القوري هم هذا القوري خلينا نشوف ايش قد سعر القوري. قوري اكيد يعني سعره يتجاوز ما مكتوب عليه بس سعره اكيد. الاكسبريسو سعرها 1000 دولار هم. هاي ايطالية هم. هاي هنا هم الاكسبريسو مال كابتشينو. وهاي هذن الفلات هذن القهوات وياهن تقريبا تخليهن ويا نوعية تخليها بهذا الجهاز وهي تطلع لك قهوة كامل. هاي هنا الحليب هم تسوي لك الوقفة هم. هاي سعره تقريبا 700. هذا السعر الجلاس 64 دولار يعني تدخل 50 دولار هو والضريبة. جلاس قزيز عادي يعني هذا دا شوفه ما تدفع بيه دولار واحد. بس كسعره سعره 64 دولار ويا التاكسات يعني الضريبة يطلع 50 دولار. هذا الجلاس ايش قد سعره؟ اوه هذا هم نفس السعر مالته جلاس عادي. ما ادري يعني هذا اللي يدفع بيه هالقد سعر على انه مجرد يشرب بيه مي لو يشرب بيه شربت. هذا السعر كله هذا تقريبا 64 دولار. من محل ثاني اجيب درزن كامل مال جلاسات. بس العالم هيك وصلت مرحلة ما ترى وقاموا يدورون هاي الشغلات والله ما اعرف ايش تنوصف. بالتعليقات اذا هاي كتبوا له هاي الشغلات اللي سموها تشتري شغلات مالها داعي. وصلت مرحلة الاثاث هنا أنا. راح اشوفكم بعض الاسعار مال الاثاث هنا أنا هم يعني صار عندكم فكرة على الاسعار مالته. خلينا نشوف هذا الاثاث كله. هذا تخم كامل ايش قد سعره؟ سعره يعني ويا الضريبة وهاي يدخل 4000 دولار. باين ورقة
هاي عالم هم قاعدين يصورون هنا يشوفون الأسعار هنا بس مجرد العالم الميدل كلاس الطبقة الوسطى هاي بس يصورون هنا ويباعون. إيه العالم الفايخة أهل الملايين هم يشترونه. هاي الكراسي، هذا الكرسي، هاي مناظر. بس شنو يا أخي، والله يعني تحفيات أصلية، يعني تحفيات تذب فلوسك بيهن فلوسك. هذا إن أغلبيتهن ما يروحن. هذا الكرسي شقد سعره؟ بس هذا الكرسي سعره شقد؟ يعني 3500. شنو هذا من كرسي؟ خلى جربة قد عليه ويعطيكم رأيي. واو مو طبيعي. هاي صناعة أمريكية. هاي كاربتات هم هنا، هاي هنا الكاربت كل ما يقدم كل ما يصير أحلى. الديزاينات الموجودة. فيديو. هذا الديزاينات كلش حلوة. هاي كاربتات هم. هاي هنا صناعة تركية، ها حلو. تركي هنا موجود. واو أسعارهن هنا يقول لك هذا يعني يوصل دفتر كاربتات إذا أريد أسوي. السجاد الإيراني هم هذا كلش غالي. هذا كل ما يقدم كل ما يصير المادة الخامة قوية. هاي الخامات الشرق أوسطية، الديزاينات كلش حلوة موجودات. هذا الكاربت الواحد أتصور سعره يعني سعر خيالي. 15,000. هذا الكاربت هذا إيراني تقريبا 10 × 3، أي سعر 15,000 دولار. ما تصور هيك. شنو هذا من كاربت قوي، كاربت مو طبيعي. هاي يمكن أعتقد هذا السكشن خاص بالكاربتات، يعني هي الكاربتات المعروفة بها تركيا وإيران والمغرب. هم المغرب هم يسوون هيجي كاربتات كلش حلوة، ديزاينات حلوة. هم أزيد شيء الأمريكان يحبون هاي الديزاينات العربية الموجودة بها زخارف، لأن هنا أنا مستحيل يعني دولة ثانية تتخصص بهذا الصناعة مع الديزاينات، لأن هاي كلش بصعوبة. هاي فنانين يرادلها على ما يسووا هاي الديزاينات يعني العربية. شوف السعر، هذا الكاربت الصغير كله ما يتجاوز تقريبا مسافة بقد هذا. سعره 51,000 دولار، يعني تقريبا شقد 5 دفاتر. هذا الكاربت الصغير وقافلينه مخلينه بصندوق همه. كاربت بقد هذا سعره 51,000 دولار. مستحيل على هذا السعر. شوفنا هسه الرجال، هاي سعرها 100,000 دولار مبيوعه هسه حاليا. رجال هناك والله خوش، شاي شوف من الاسعار مال هذا الكاربت ب 100,000 دولار. هاي بس القطعه يا اخي، انصدمت بالسعر والله. يعني ما توقعت هيك كاربت سعره شقد 10 دفاتر. هاي هنا كلهم مبيوعات، اغلبيتهم طلعوا لي يشترون من يمه من الخليج. هسه يقول هاي عمرية من الخليج من السعودية اشترت من يمه هاي كاربتات 3 وراح يدزوهن للخليج هناك. هذا اسعارهن وصلن تقريبا يعني 6، يعني كلن هذني قال لي تقريبا شقد 300,000 دولار. هذن اسعارهن. اعتقد هذا كوين وهذا كينج. الكوين شوية يصير اصغر من الكينج. هاي الاسعار مالتها من سرير السرير يختلف، وهذا كله الأسامي مالتها والماركات. واو سعر هاي الشرباية الوحدة السرير سعره واو 95,000 دولار. واو خل أطلع بعد، ما أتحمل والله، ما أتحمل عليك أسعار. يعني هذا السرير واحد أنا أشتغل سنة كاملة الأصل 40,000 دولار، يعني كم سنة يراد لي أشتغل سنتين ونص لحد ما أجيب لي مجرد سرير واحد. ليت قبل ما أطلع من هاي صفحة الهاي خلوا أشوف كم سعر هذا شقد. سعر الكرسي الواحد.
إضافة قليلة على السريع، المخدة لما شفت سعرها همه، سعر المخدة $1,000، هذا أرخص شيء يمكن، سعر المخدة هاي $1,000. ما زالت رحلتي مستمرة في البحث على أغلى أشياء موجودة داخل هذا المال العجيب. طلعت بعد صدمة طويلة، بعد خلينا نشوف شنو الأسعار الموجودة هنا. واو، أنا أقول ماكو عالم لأن الأسعار كلش غالية. هاي شنو هذا؟ لا هذا محل ذهب، هذا مال عالم الفقرة. واو، هاي هنا هم مال الحلويات، كلش حلوة هاي الحلويات. الملابس، دخلت لهذا المحل هنا يبيعون مواد مال حلاقة وأدوات حلاقة هم مشوطة، ومكاين حلاقة ومقصات. وهاي شفت شيء هنا شيء مو طبيعي. السعر هاي الفرشة هنا سعرها $791 هاي الفرشة هنا مال حلاليق. أما شفنا شغلة هم الضحك، شفت شغلة الضحك هنا الحلاقة سعرها الحلاقة سعرها $75. زين اللحية سعرها $75، يعني إذا تريد تسوي حلاقة كاملة تدفع $200. هذا المحل ما فتت له لأن أول سعر مكتوب هناك الأرباط، هذا ما فتت له. الوردة تنشد على القاطع هنا سعرها $2,000. قلت ما أرد أفوت، أرد أشوف الأسعار مالته، لأن أقل شيء ذاك القاط كله يكلف دفترين. بكت الأمل بيه، شيء رخيص. أسعاره ما أعتقد رخيصة، هذا بس شغلات أطفال هنا، ألعاب أطفال، ملابس أطفال، كل شيء. خلينا نشوف سعر هذه القمصرة مال الطفل اللي جيت. خلينا نشوف هو غير يطلع السعر. أرخص شيء هسوني لقيته سعره $68، أرخص شيء لقيته. أقول شو لقيت بعالمك وحركة قليلة لأن السعر ما تناسب. هاي الأسعار هنا همه مال جيفت كارت، هذا ملابس نسائية. كنت ذاب بالأمل على هذا إن الدبابة والفيالة، وهاي طلعت أسعار همه غالية. هذا سعره شقد $43، هذا الدبدوب والأرنوب. يا الدبدوب يا الأرنوب، هيجي أسعارك؟ هاي والله العظيم اكو عالم يعني أغلبيتهم يعرفون يسوون هاي الدبابيب، وهاي يصحوا لها هاند ميد، يعني صنع يدوية. والله إذا يجون أمريكا ويسوون هاي الديزاينات الموجودة مال الدبابة وهذني الشغلات، أقل شي يبيعونه إذا يبيعونه يعني $30-$40 هم المستفادين، لأن يعني الخيوط كلش رخيصة وهذني كلش رخيصة الأدوات، تجي تقدر تسويهن تفتح لك مشروع كلش حلو. بس المشكلة أني لا أعرف أسوي هاي الشغلات، ولا هاي الشغلات هاي تسويهن وتبيعهن عن طريق المواقع الإلكترونية، والله خوش شغل بيهن، خاصة هيجي شغلات هذن أغلبيتهن يسووهن يعني يدويا ويبيعوهن، يعني إذا سوي لك 3-4 باليوم أنت المستفاد تبيعهن. هذن شغلات الأطفال كلش ماشية. إذا حاب واحد يجي إن شاء الله بالمستقبل يسوق من هذا المكان المول، هذا اسمه 900 بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي، هذا اسمه، هذن المحلات الموجودة هم بي، وإن شاء الله تسوقون وتندعون. حتى تسلا أكو سيارات تسلا.